بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس في الحج. الدرس السابع: تحقيق التوحيد في الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل عمل من الأعمال لا بد أن يتوفر فيه شرطان. الشرط الأول الإخلاص لله، وهو تحقيق التوحيد، إفراد الله جل وعلا بهذه العبادة بحيث تكون نيته وجه الله، لا يقصد من ذلك طمعا من دنيويا، ولا يقصد من ذلك رياء ولا سمعة، وإنما يقصد بذلك وجه الله عز وجل. هذا هو تحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد تصفيته من شوائب الشرك والبدع والمحدثات. وفي الحديث: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالمؤمن يحقق توحيده بإفراد الله جل وعلا بجميع أنواع العبادة، فلا يكون فيها رياء، ولا يكون فيها سمعة، ولا يكون فيها تقرب إلى أحد، لا ميت ولا حي، وإنما تكون العبادة خالصة لله عز وجل، لأن الله يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي رواية: وهو للذي أشرك وأنا منه بريء. فالله لا يقبل العمل الذي داخله شرك أو نية لغير الله عز وجل. فعلى المسلم أن يتذكر هذا، وأن يخلص عمله لله عز وجل، وأن يتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في أدائه للعبادة، بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. الله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذا يستدعي من المسلم أن يتعلم قبل أن يدخل في العمل، يتعلم أحكام هذا العمل وكيف يؤديه وما هي شروطه، حتى يكون العمل صحيحا نافعا له، ولا يكون تعبا بدون فائدة. فإن الله جل وعلا يقول في حق المشركين: قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال سبحانه: الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. قال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. فقد يتعبون ويضيعون أعمارهم بالعمل، لكنه هباء منثور ورماد تطير به الرياح. ليه؟ لأنه فقد الشرطين وحدهما، فلا يكون خالصا لوجه الله، أو لا يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يستدعي من كل مسلم أن يتعلم العلم النافع الذي يؤدي به العمل على الوجه المشروع الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى، حتى لا يكون تعبا بلا فائدة، ولا يكون ضائعا يوم القيامة. والعمل إذا كان خالصا ولو كان قليلا فإن الله يقبله وينميه ويضاعفه أضعافا كثيرة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيمة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة واحدة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. حبة واحدة أثرت 700 حبة مضاعفة من الله سبحانه وتعالى. هذا مثل ضربه الله جل وعلا، لأنه يضاعف الحسنات كما يضاعف ثمرة هذه الحبة. والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ولكن على الإنسان أولا أن يتعلم كيف يؤدي العمل على الوجه المشروع،
وثانيا أن يخلص النية والقصد لله عز وجل، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.